أخي الكريم، المعارضة السورية، الائتلاف الوطني السوري، المجلس الوطني السوري، هل تعتقد بأنهم يمثلون الحراك الثوري في سوريا أو يمثلون شيء؟ أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. الائتلاف أو الائتلاف السوري لا يمثل المعارضة الداخلية ولا يمثل قوى الحراك الثوري في الداخل. هم يمثلون أنفسهم، هم تسابقوا لجمع الأموال وللسفر والجلوس في الفنادق. هم لم يقدموا للداخل أي شيء. الائتلاف والمعارضة الخارجية لم تقدم إلى الداخل أي شيء. الناس هنا، نحن الآن في مدينة درعا، في درعا البلد مهد الثورة. الناس تستغيث من قلة المواد الغذائية، الناس بحاجة إلى إغاثة، الناس بحاجة إلى أطعام، الأطفال بحاجة إلى حليب، إلى المشافي بحاجة إلى 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 أكياس دم. لاحظنا نقص حاد وخصوصا في مادة الحليب، ولا الأطفال كان الله في عونهم. مادة الحليب مفقودة، مادة الحليب مفقودة، غير مش قليلة، مفقودة نهائيا. يعني الأطفال في كل يوم مشاكل، الأطفال في المشافي الميدانية، إذا ذهبتم إلى المشافي الميدانية سوف تجدون الأطفال يستغيثون من قلة مادة الحليب.